منذ إنشاء مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني وماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني وقعنا شراكة استراتيجية ومهمة مع جمعية الهلال الأحمر القطري، وهذه الشراكة كانت دائما فعالة، استفدنا كثيرا منها سواء كمدرسين أو طلابا. حضر طلابنا دورات تدريبية مختلفة في جمعية الهلال الأحمر القطري، واستفدنا من الخبرات الموجودة في جمعية الهلال الأحمر القطري في استضافة محاضرين درسوا لطلابنا واستفادوا من خبراتهم وخبراتهم العملية والميدانية سواء في سوريا في تركيا. يعني كانت اتفاقية ممتازة جدا، نطمح لزيادة فعالياتها إن شاء الله في المستقبل. تواجدنا اليوم هنا في معهد الدوحة للدراسات للمشاركة في ندوة وورشة حول الحوار الثقافي البناء والاندماج الاجتماعي، فكانت مداخلتي حول دور المنظمات الإنسانية ومن ضمنها الهلال الأحمر القطري في إحلال السلم الاجتماعي والحوار الثقافي البناء بين المجتمعات من خلال الدول التي يقوم بتنفيذ مشاريعه وخدماته وتقديم خدماته فيها. طبعا هذا التواجد كان بدعوة من المعهد للاحتفال باليوم العالمي للحوار الثقافي الذي تقيمه منظمة الأمم المتحدة.